عزيمة مرحبا بك. العادة أختم فطوم حابين نتأبرج وتروي وباش نعملوا القراءة الأسبوعية نوعا ما، مش أسبوعية 100% وخاطر أنا باش نعمل من 3 حتىش ل 13 شهر 9، من 3 حتىش لنهار 13 التوقعات الأسبوعية للمواليد 12. ولكن احنا طبعا باش نبداو بمولود الحمل، أهم الأحداث ليامات هذوما في الحب في العمل، شنو لازم تعمل يا مولود الحمل، شنو هي اهم القرارات وشنو هي اهم الحاجات اللي تنجم تصير، كيفاش لازمك تتصرف معاه. ماشي يلا هنيتا، خلينا نحكيو امورنا العاطفيه للحمل. كما نقول القراءة راهي لثلاثة عشريات، القراءة عامة اسمك واسم مماتك، القراءة الخاصة اللي هي تحطي يدك وتعطي اسمك واسم مماتك وبرجك، معناها القراءة 100% اللي كنتي تتوقع باش يصير هذا لأي شخص برجه حامل. ماشي، نحاول نفهمكم شو معناها القراءة العامة، ولكن هذه في الحب. شنو عندي؟ عندي بعض مواليد الحمل ليامات هذوما اللي هما من 3 حتى 13 شهر 9، قالت فما صارت خيانة، قاعدة تصير خيانة من شخص خبيث في الأمور العاطفية، معناها هو زوجي، هو خطيبي، هو حبيبي، هو زوجتي أو خطيبتي أو حبيبتي، وصار تغيير، التغيير صار قاعد باش يصير، صار التغيير معناها انا قررت الانفصال، قررت الانسحاب، قاعد نخمم، قاعد نخمم باش يصير العشر ايام هذوما فض نزاع عاطفي عند مواليد الحمل بكل فئاتهم مهما كان عمر. لهناش قالت هي، قالت الانتصار لمواليد الحمل والدعم من مواليد الاسد، الدعم مالي، الدعم بكلمة حلوة، الدعم معناها اختي امي صديقتي زميلتي صديقي وقف معايا من مواليد الاسد. الملك نقصدو به الاكثرية النساء الحمل باش يقفوا معاهم الرجال الاسد، ورجال الحمل باش يقفوا معاهم الاسودات النساء. واضحه الحكايه؟ ماشي، هذوما لهنا. فما في اخرى قالوا لي احنا مازلنا صابرين، مازلنا ساكتين، مازلنا قاعدين نخزروا لبعيد في الحياه العاطفيه والعائليه، ولكن تقول فما علاقه تستحق منا مجهود، تستحق منا تضحيات، وانا لازمني نمنح وقت لهذا الشريك، او الشريك باش يمنحني وقت، يمنح يعطيني وقت، خلي تقول هكا باش يعطيك وقت، باش تعطيها وقت، الوقت هذا ما يتجاوزش، ما يتجاوزش الاربع ايام والاربع اسابيع. ماشي هكا الورقه هذه تقول فما تخمام بصمت، باش نخمم بهدوء، او الطرف الاخر زاد قاعد يخمم، ومن بعدها باش نحاولوا نشتغلوا على هذه العلاقه باش تكون فيها الاستقرار نوعا ما. ماشي، باهي. لهنا نجي البيئة أخرى، قالوا احنا عنا الشمس داعمتنا، بطاقة دعم من الشمس، فما تسوية في حياة مواليد الحمل بصفة عامة، مرأة أو رجل، التسوية في الحياة العائلية والعاطفية نقصدوا، إذا فما زعل بشوفة، إذا فما مشاكل توفى، إذا فما سوء تفاهم يوفى، إذا حد بعيد على شكون، معناها حبيب حبيبة بعاد على بعضهم باش يرجعوا. فما هذه بطاقة الصلح والرجوع. أتعرف باش نتعرف على شخص، ديما نقول مولود الحمل مرأة أو رجل باش يتعرف على شخص يشبهه في الحياة العاطفية بحدة حياته المهنية. نعطيكم أنا السيناريو خير. مولود الحمل، مولودة الحمل وين تخدمي؟ وين فما شغل؟ طريق للشغل، فما علاقة جديدة، فما معرفة جديدة. تقول ثلاثة أوقات فما معرفة جديدة، تنجم تكون ببرج ترابي أو برج ناري كيفك أنت كمولود حمل أو مولود الحمل، وتنجم هذه العلاقة بشوية بشوية فما نقول لنا فما حب، فما حب، فما إعجاب، فما تطور، فما
علاقة تزدهر، نلقاو بعضنا مع نفهموا على بعضنا من غير احنا ما نعرفوا بعضنا، نخموا في بعضنا برشا، عندنا برشا حاجات مشتركين فيهم نحبوهم، وتلقى روحك يا مولود الحمل ويا مولودة الحمل تتملصين من علاقة أو تتخلص من علاقة متعبة متعبة برشا إلى علاقة فيها استقرار وحب، واللي ما عنده حد ما نعاود نقول هذه بطاقة اللقاء والجديد في الحياة العاطفية عند مواليد شكون الحمل. ماشي يلا هيك نشوفوا حياتكم المهنية للحمل. ديما باش نحاول نقول التوقعات هذه راهي من 3 حتى 13، من 3 ل 13 شهر 9 هيك نحكيو حياتنا العاطفية كملناها، هذه حياتكم المهنية. اللي باش نقولوا راهو توقع يرحم والديكم افهم معني، فما حاجه تنجم تصير وحاجه تنجم ما تصيرش، ولكن ما تاخذوش الكل انه لا لازم 100% يصير. ربي سبحانه هو اللي يقول كن فيكون. باش نحاول نعطيكم ها فكره شو معناها، راهو انا نتوقع ونحط الطاقه الايجابيه ونخليو الامور تمشي من عند ربي سبحانه. ماشي هذه باش تعطيك نصائح توجه نوعا ما في الامور العمليه. قالت فما فئه، اسمعوا شويه ركزوا، مواليد الحمل مراه او رجل، تقول فما مجموعة من مواليد الحمل هذه بطاقة البلوك، بطاقة ما نجمش نتطور، بطاقة عدم تطور، عدم فهم المجموعة العملية اللي احنا فيها. معنى انا نخدم مع مجموعة عملية مانيش قادر ولا مانيش قادر اني انا نتجاوب معاهم ونكون نكونوا متفاهمين، نكونوا فهموا على بعضنا، فما هكا حاجة من نوع هدايا. وفما حاجة أخرى تكون فما بلوك روحاني عند مواليد الحمل مرأة أو رجل، معناها فما شوية تعطيل بسبب حاجات روحانية. شوية ما نعرفش أنا قارين متعبكم، فئة منكم، شوية أسفل عليكم، شوية تابعة، شوية ضيقة، هكا تحس قلبك موجوع ديما هكا تقول أنت عرفتك اللي حد اسمل عليكم حاجة بركت لك على قلبك. ديما تتوقع الحاجة الأسوأ وليس الحاجة الباهية، هذيك معناها راهو بشائر. نقول أنا هكا حاجة تقول لا راهو فما حاجة تركيبة فيك مش صحيحة ولازمك تصلح التركيبة. راني أنا قاعدة نقول إني أنا نخمم بطريقة سلبية في العمل، مش عجبتني طريقتي أنا أو المجموعة اللي أنا معاهم، ماهوش عجبتهم خدمتي معاهم. الناس هذوما الكل قولهم هذه بطاقة التسوية، باش يصير فما تسوية ووعي منك أو من زملاء أو من مرؤوسين عمل. ماشي هكا هذوما جماعة، هكا فما جماعة أخرين إيش قالوا؟ قالوا إحنا بشوية بشوية معناها وحدة وحدة خارجين باش نلقاو الحل وباش نلقاو الطريق المناسب في الحياة المهنية. لحظة لحظة، ريتو هذي هذي بطاقة حد كان عنده غمامة، عنده عينيه مغمضة على حقائق في الأمور العملية باش يصير فيها كشف. الكشف هذا باش نعرف أصدقائي أو الناس اللي نخدم معهم مهما كانوا على حقيقتي، باش تعرف تاخذ قرار نعم، باش تشد ثنية صحيحة نعم. هذوما البعض فما بعض أخرين وجماعة أخرين يقولوا فما حل مشكل قضائي، أوراق قانونية باش تفض فيها، فما نزاع باش يتفضل لصالح شكون؟ لصالح الحمل. ولكن يا حمل مش الناس الكل قاعده نحكي عليهم هنا هما مظلومين وربي سبحانه مش بالهم حقهم وامورهم القانونيه باش تكون واضحه، لا. وقت انت تكون انت يا مولود الحمل او يا مولوده الحمل عندك مشكل بشخص وانت اللي ظالمه او انت اللي عملت له مكيده او انت اللي دزيته في المشكل هذيك وصار فما مشكل قضائي وانت اسمك تجبل، دونك انت اللي باش تتعاقب. على خاطر عندي ورقتين هكا، ورقتين هذوما ثلاثه اوراق حطيتهم لكم، طب نقول لكم علاش. خاطر الوضعيه هذه تحكي على ثلاثه وضعيات من مواليد الحمل في الحياه المهنيه الايامات هذوما شكون. تقول الوضعيه الاولى هذه بطاقه انا تعبت من هذا العمل ونحب نخرج، نحب نخرج، او فما شكون يحب يطردني من العمل
او قاعدين يخموا انهم هما يحاولوا ينقصوا مجموعه، مثلا انت تكون من هيك المجموعه، ها ماشي هكا باهي. اما كيف نجي انا لهنا تقول مولود الحمل، اذا انت اعطيت حد فلوس وما ما تمش استرجاعها، يا انت باش تعمل حكم قضائي وتسترجع اموالك، يا انت عند فما شكون عاطيك فلوس ويطالب فيك بهم وانت ما عندك شيء، ولا تقول انت ما عطاني الجمله ولا ما اي حكايه اخرى، وهو راهو باش يوصل ياخذ حقه القانوني. هذه كارما، الكارما باش تكون لحظه سامحوني، الكارما باش تكون شويه عقاب لمواليد الحمل في الامور العمليه، على خاطر هما قاعدين يطلبوا في حاجه مش من حقهم، اولا من حق شخص اخر وهما مازالوا يطالبوا بها حاجه من نوع هذا، وهي تقول استرجع قواك، استرجع الذاكره نتاعك، كن عادل يا مولود الحمل ويا مولودة الحمل. وهذه بطاقة هي البطاقة هذه باش نسحب نفسي من هذه المجموعة، اتجه لمجموعة اخرى فيها الامن والراحة والاستقرار وعدم مواجهة مع الطرف الاخر اللي هو الامور العملية. حاولت نعطيكم السيناريوهات الكل، كل واحد يحس ان الكلمة هذه الموضوع هذا الحياة المهنية تحكي عليه، تحكي على أخته، تحكي على أمه، وين مولود الحمل مرأة أو رجل لازم يصحح الوضع متى، مش هكا شكون أنا واضحة في القراءة. باش نعطيكم النصيحة، ولكن ديما نقول فما حاجات باهية، فما برشا حاجات باهية في الأمور العملية، ولكن مولود الحمل ماهوش حاسس بالحكاية، مش حاسس إنه هو ترقى أمه، مش عجبتني الترقية دي. زادوني فما وفرة في المال، زادوني في الشهرية، مش عجبتني يا السيدة هذه، فما عدم رضا عملي أو عدم رضا على المعيشة نتاعو بصفة عامة. مولود الحمل 10 أيام 13 يوم، قديش أنا قلت من 3 حتى 13، مشيو حياتكم العاطفية هذيا نهاية عداوة مع الحبيب، مع الحبيب أنا نقول عداوة سوء تفاهم، شني فما قالت فما صلح مع حبيبي، وفما دي الورقه هذه تقصد حاجتي، فما صلح مادي عائلي وفما صلح بين الازواج. باش نجيب ورقه اخرى، هذه بطاقه اللي مش عاجبه يفل، شو معناه؟ معناه يا مولودة الحمل ويا مولود الحمل الشريك يطالبك او باش يطالب بفض هذه العلاقه. انت او انت شنو تحب؟ انت رافض باش يصير، انت موافق باش يصير، مش حابه تتوصلي في الحياه العاطفيه. قالت بعض مواليد الحمل معرضين بطلاق بانفصال قانوني، حبيت او ما حبيتش باش يصير. من بعد تقولي باش نرجعوا، تقول فما كلام، فما تسويه بيني انا وهذا الزوج او الخطيب او الحبيب. حياتكم المهنيه مش عجبتني برشا القراءه نتاعكم، اما انا باش نكمل. العمل شراكة مهنية مع رجل أجنبي، دعم من رجل كبير في السن في أموال أو علاقات، القبول العام أينما توجهت بعد 6 أوقات، أي مطلب تحب تحطه في شركة، في ما نعرفش أنا نحب نسافر، نحب نعدي امتحان، نحب نعمل حاجة، هذايا القبول والدعم من زوز من الناس هذوما في الأمور العملية. ماشي يا حمل، شوف شكون يقول إن شاء الله يا رب يوصلك للي تتمنى. باي باي.